الكاب. رجعنا لكم من جديد على راديو كاب اف ام. هذه اولاد الكاب متواصله معاكم حتى للسبعه متاع العشيه. معكم اشرف الكردولي كوتي ميكرو وعلي المديني في الاخراج الرقمي. سلام عليكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا. شكرا على اختياركم لي فريكونس متاعنا 91.5 95.2 و 105.6. تسمعونا زاد على السيت ويب متاعنا www.cabradio.tn والا على الباج اوفيسيال متاعنا على الفيسبوك راديو كاب اف ام. تتواصلوا معنا زاد لمداخلاتكم لارائكم معنا وتعليقاتكم على 31 379 566 والا على 31 379 567. أولاد الكاب متواصلة حتى للسبعة متاع العشية. توا احنا مازلنا في ساعتنا الأولى تحديدا الأربعة وخمسة واربعين دقيقة. موعدنا توا مع كريم الزعتوري وريبونس إكسبريس. كيمو مرحبا بيك كشرف. شو عمالك خوي؟ لاباس في فورمة ولا؟ لا الحمد لله في فورمة كالعادة. خلي لي خوي الغالي. أيوة شعنا بابا اليوم؟ اليوم عنا موضوع هو عبارة عن تجسيد أو تمثيل لحالة اجتماعية. خلينا نقول هي تمثل شريحة معينة من المجتمع. كيفاش؟ على خاطر هي ما ثماش حالة أو ظاهرة اجتماعية تمثل المجتمع كله. ديما نحكيه على شريحة. موضوعنا بالتحديد هو علاش ثم ناس ما تعترفش بالرأي المخالف، يعني يشوفوا الرأي متاعهم هو الرأي المتكامل، هو الرأي اللي يلزم الناس الأخرى تعترف به من دون ما أنهم هما يعترفوا ببقية الآراء. لهنا الحاجة الخايبة شنية؟ باش نوليو نؤثر على المجتمع، على خاطر باش ندخلوا في ثقافة الإقصاء، باش نوليو ما عادش نسمعوا بعضنا، ما عادش نعترفوا ببعضنا، وباش يولي حتى يصير ديزيكيليبر حتى في العلاقات الاجتماعية. كالعادة جبت لكم مجموعة من الأسباب التفسيرية لموضوع حلقتنا اليوم. نبدأ بالسبب الأولاني اللي هو التمسك بالمعتقدات الشخصية. ثم ناس تشوف الآراء متاحة هي أكثر من مجرد آراء، بل هي تجسيد لشخصيتها، هي انعكاس لذواتها. شنية معناها؟ يعني هو الآراء ذيك تمثل شخصيته، يعني هو أكثر من مجرد رأي. شوف الرأي اللي يحكي فيه ذاك ما هوش رأيه، هي شخصيته، هي ذاته. يعني كيشوف إنسان آخر كيبش يعترف هو برأي مخالف ولا رأي واحد آخر، باش يولي ثم تهديد الكيان ولا نهاية. يعني هو مش مجرد رأي بقدر ما هو اعتقاد شخصي رسيخ ماذا بيه ما مقدس، حاجة مقدسة عنده هو ما تبدل. كيفش تبدل كيانك؟ بدلت حاجة في شخصك. عنده حاجة تمثل ذاته. واضح. يولي هو لهنا يشوف أنه ثم تهديد الكيان، يش يولي يعمل؟ يولي يقصي الآراء الكل ويعترف كم بالرأي متاعه فقط. معنى مجرد اختلاف الرأي يخاف يهدد له على خاطر كما قلت لك هو أكثر من يشوفه أكثر من مجرد رأي، هي شخصيته أصلا، هذيك شخصيته تمثل الرأي متاعه. الرأي متاعه به. نمشي وتولى السبب الموالي اللي هو التحيز المعرفي. احنا نعرفوا للإنسان بطبيعته ديما يعمل في دير وشارش، ديما يبحث على حاجات تأكد الرأي متاعه، تأكد أنه الرأي متاعه ديما خير من بقية الناس باش الناس تقتدي به. خلينا لهنا من الاول ما نحكيوش على معناها على العباد اللي ما تعترفش بالراي الاخر، نحكيو على انسان سوي يعترف باش يحاول بطريقه معناها دبلوماسيه يحاول معناها يجذب الاخرين الراي من دون انه ما يدخل في التخالف بالراي ولا. ولكن وقتاش هو الفينومين هذا شنو يتسمى؟ هو يتسمى الحيز الفكري. الحيز الفكري يعني أنه الإنسان يولي يحاول يفرض رأيه بمعلومات، يعني يحاول يعمل ديروشيرش بحوث باش يفرض رأيه وتولي الناس تقتدي بالرأي متاعه هو. ولكن وقتاش تولي مشكلة لهنا؟ المشكلة أنا علاش حبيت نفسر لك من الأول الحالة العادية والحالة الطبيعية والحالة الماشي طبيعية. وقتاش تولي تعصب؟ وقت الإنسان يولي يعترف كان برأيه، يعني يريد حتى هو كي يعمل بحوث فقط باش ينجذب الرأي العباد. معناه يجذب العباد الرأي، مش يصلح رأيه يجذب العباد الرأي كان فيه جانب من الخطأ. لا باش يزيد يثبت الرأي متاعه، يزيد يثبت بالضبط، يحب ديما يثبت الرأي متاعه حتى كان غلط، ما يعترفش ببقية الآراء. يعني حتى الريشيرش اللي عمل فيها باش يزيد ديما يدعم الرأي متاعه من دون الاعتراف ببقية الآراء الأخرى. اللي هي لهنا مشكلة. واضح. توا نمشيو للسبب الثالث اللي هو الخوف من التغيير. عنا احنا مثل تونسي شي يقولك؟ يقولك ذوق تحصل. يجي مثلا هو يشوف رأي آخر ينجم يبدل رأيه، يولي يخاف أنه ينفتح على الرأي الآخر. علاش؟ خاطر ينجم يلقى الرأي ذاك خير من رأيه هو، يولي هو يعترف بالرأي الآخر، يولي يبدل رأيه. دونك ما يحبش يبدل. هي الحكاية لهنا هي معناها تمثل خوف أكثر من العناد.
يعني واللي هو خايف يحب هو يستحفظ على رأيه. كيفاش يستحفظ على رأيه؟ أنه ما ينفح ما ينفتحش على بقية الآراء الأخرى. أوه. على خطر خوفا من أنه كتب على رأيه ذاك يلقى خير من رأيه واللي يمشي معاه ينجذب معاه. فمتى تولي الفائزة معناها كاكا يولي هو ديما ماذا بيه هكا غلق على الرأي نتاعه وما يحبش ينفتح على بقية الآراء. أنا شفت الزوزة هما عكس بعضهم. واحد من كثر ما هو متشبث برأيه ياخذ معلومات أكثر وأكثر وأكثر، وواحد من كثر ما هو متشبث برأيه من كثر ما هو خايف يحب يقعد غادي بالضبط لا يزيد يسمع عليه لا يسمع على غيره، خوفا من أنه يبدل رأيه. هو خطر ما يحبش يبدل رأيه، خطر هو شنيه اللي السبب الرئيسي اللي ماسكه على الحكاية؟ هو الخوف. واضح. نمشي توا للسبب الأخير اللي هو التربية والتعليم. احنا قبل معناها اكيد ثم اي انسان ينجم معناها هي حالات تربى في عائله تسيطر عليها الراي الاستبدادي. شنو معناها؟ يعني الكبير في العائله راي الكبير هو اللي ما فيش نقاش، ما فيش نقاش. واضح. سامحني في الكلمه اللي هنا معناها اونتر بارونتيز ديكتاتوريه يعني مصغره. بالضبط ديكتاتوريه مصغره في العائله مثلا. اي ديكتاتوريه مصغره. يعني المشكل وين؟ المشكل انه هو كي باش نهار اخر يخرج حتى على نطاق عائلته باش يعيش وحده باش في حياته الاجتماعيه. نحكي لك شنو باش يصير لهنا؟ هو باش يولي يمشي في النمط هذاك، باش يولي انسان ديكتاتوري من غير ما يشعر. يعني يشوف كان الراي نتاعه هو احسن راي، افضل راي، الراي المثالي بالوراثه. هذه التربيه بالوراثه هي حاله اجتماعيه في الاخر. يعني تربى في حالة انغلاق على الرأي والرأي المخالف، وكي كبر نفس مشات فيها ولا كاركتير اللي هي حاجة خايبة لهنا. مفهوم. خاطر احنا يلزم الإنسان ثم الرأي وثم الرأي المخالف. حتى كان أنت ما اعترفتش بالرأي الآخر يلزمك تسمعه. صحيح. فهمت؟ هذايا هي توا ملخص حلقتنا اليوم، أنه الحالة الاجتماعية هذه هي حالة تأثر سلبا خاصة على مجتمع سوي. كيفاش؟ على خطر هي ما تعترفش برأي المخالف. أي. وكما نقولوا تروج لثقافة الإقصاء اللي هي حاجة خايبة برشا. صحيح. لهنا بشي كما قلت لك قبيلة بشي يصير ديزيكيليبر، باش تولي العباد ما تسمعش بعضها. لا أنا رأي ذي نحتفظ به روحي وما نسمعش. ويكثر العناد ويكثر صحة الراس تكثر. لانه كما نقولوا لولا الاختلاف لبارت السلعه. هذه الواحد لازم هي ثم مقوله معناها معروفه الفيلسوف مشهور ادغار مورانو. وش يقول لك نحن توائم في اللغه ومختلفون في الالسن. يعني رانا احنا الكلنا عندنا اراء مختلفه، اما مانيش كيف كل واحد كيفاش يعبر. اكيد باش نشتركوا في حاجات باش تكون ثم دي بوان كوما بيناتنا، لكن فما زاد دي بوان ديفيرون اكيد باش تكون بيناتنا. لهنا باش تولي باش يولي المجتمع سوي وباش يولي مجتمع متوازن. أي. يلزم الناس تسمع بعضها، يلزم الرأي والرأي المخالف. ما ثماش رأي نسمعه ورأي ما نسمعوش. نحترم الرأي نجم نتبعوش ولكن نحترمه. بالضبط. هذا هو ملخص الحلقة اليوم تاعي. واضح. شكرا لك كريم. كان معنا كريم الزعتوري في فقرة ريبونس إكسبريس. يوصلنا معاكم للأربعة واثنين وخمسين دقيقة اللي فاتت سيرونتيني. نجم يرجع يتابعنا على الفيسبوك راديو كابا فام. احنا مازلنا متواصلين معاكم حتى للسبعة متاع العشية. موزيكا وراجعين.